رجعنا لكم مره تاني ووصلنا معاكم بقى دلوقتي للفساتين والسواريهات. واظن كل واحده بتحب ان هي في وقت الافراح تكون هي البونبونيه بتاعت المكان، يعني الفستان بتاعي لازم يكون مش مبهرج بس ملفت، مش مفتوح بس جميل، يعني كل الناس لازم تبقى باصه عليا. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ وكمان بقى حطه جنب كل اللي انا قلته ده تحدي تاني، لازم يبقى مناسب لجسمي، وكمان حطه تحدي تالت لازم يبقى مناسب للموضه. ايه كل ده ونقدر نعمله ازاي؟ بقى دلوقتي في تحديثات جديده، يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في كتير جدا من الامور دخل في حاجات وتفاصيل بتهم عالم الموضه وبتهم عالم المهتمين بالموضه في كل جوانبها. استخدموا ده في التصميمات، هنشوف استخدموا ده في اللي بتطلب مثلا اشكال معينه للفساتين قبل تنفيذها، بيبداوا ان هم يشوفوه بالذكاء الاصطناعي علشان يقدروا يسهلوا من فكره، يعني ان يبقى قد ايه في مرونه في التخيل، لان في كتير من الناس مش تقدر تتخيل زي تخيل المصمم. النهارده كان لازم يبقى لينا لقاء مع مصممه الازياء دكتوره ايمان العايق. اهلا بيكي. اهلا بيكي دكتوره ايمان. يعني يمكن الذكاء الاصطناعي دخل في حياتنا بشكل كبير جدا جدا طبعاً. وبقينا نشوفه في يعني في تغيير لون الشعر، في تغيير قصه الشعر، الالوان اللي بتليق على بشرتنا بضغطه زرار واحد بس اقدر اشوف كل ده طبعاً. بالنسبه لتصميم الازياء، هل ده بقيتوا تستخدموه برضو في تصميم الازياء؟ اكيد طبعا، يعني هو الذكاء الاصطناعي وفر علينا وقت كبير وقرب المسافه بين الكلاينت وبين الديزاينر، على اساس ان العميله او العروسه وهي جايه هي عندها فكره بس مش قادره تتخيلها على ارض الواقع زي الديزاينر. فكان المفروض انه بيعمل ايه، بيلبسها مثلا فكره مماثله للي هي بتطلبها. لا، هو دلوقتي ممكن ما يعملش كده، ممكن يقلل كتير من نفايات البيئه، ان هو بدل ما يقعد يعمل تصميمات كتير، وهو الموضة زي ما حضرتك عارفة ان الموضة متغيرة، فممكن يعمل ديزاينات كتير، وبعد شوية لان بقى في انفتاح الانترنت فبقى البنات شوية بتنفتح على دول تانية فعايزة الموديل تاني، فهو يبقى خلاص اوريدي صمم ده. يعني الذكاء الاصطناعي خلانا ان احنا نساعدنا اكتر في الابتكار، ان احنا نطلع موديلات جديدة، يعني وفي الوقت نفسه اوريها للعروسه بشكل كامل وهي تتخيل معانا بشكل واقعي اكتر. لا، وكمان في بروجرامز نحط شكل العروسه بمقاييس جسمها وشكلك هيبقى عامل كده. احنا خلينا متفقين ان هي تقنيه خوارزميات مدخلاتها هو العنصر البشري، يعني عمر الذكاء الاصطناعي ما هيقلل من كفاءه الديزاينر او هياخد من المهنه بتاعته، بالعكس هو بيساعده فقط، لان اللي ادخله المدخلات دي هو الشخص ديزاينر. في الوقت ده في ناس كتير يعني عجبها الموضوع، قالوا احنا ممكن نخش ننزل البرامج دي ونتعامل عليها. لا طبعا، لان وانا ديزاينر انا عارف انا ما بدخل المدخلات دي بيخرج لي سي 1000 ديزاين، مش كلهم قابلين للتصنيع الفعلي او غير متوقين مثلا لثقافه البيئه اللي انا موجوده فيها. صحيح. فلازم اكون مواكب لده، اكون عارف استخدم التقنيه دي بشكل صحيح. طيب خلينا بقى، بما ان احنا اتكلمنا على فساتين الافراح ومعانا على الشاشه اهو فساتين الافراح، يعني يمكن في كتير بقى من العرايس بيسالوا مثلا، يقول لك ايه، انا بحب البحر قوي فعايزه حاجه تبقى شبه البحر، لكن جو البحر حوالي، مع انها عامله في قاعه عادي جدا، بس انا عايزه البحر يبقى في روح الفستان. بتصمموا لها ده ازاي؟ برضو بيستخدموا الذكاء الاصطناعي ولا بيبقى فيه بقى مدخلات انتوا بتقوموا بيها؟ بالظبط، يعني هو الذكاء الاصطناعي بيفيدني في ان انا زي ما قلت لحضرتك بندخل له المدخلات، يعني سي انا قاعده في الطبيعه زي المؤلف بالظبط، انا شفت شجره بشكل معين سي زهره اللوتس، فانا هحط انا محتاجه ديزاين شكل الاكتاف بشكل زهره اللوتس، فبيبدا هو ياخد المعطيات دي ويديني عليها نتائج ريزولوشن ليها بنفس الشكل اللي انا قايله له. زي العروسه بالظبط، هيبدا يجيب لي تصميمات كلها شبيهه لموج البحر، فيها الوان الديجرادي بتاع الازرق واللبني، وهي تبدا تختار منها المناسب ليها ولجسمها طبعا. تمام. طيب ازاي يعني بتقدري تقنعي عروسه ان ده مش مناسب ليكي؟
بصي هو لازم تقتنع، يعني هو احنا لازم ايه يبقى في لينك بيننا، انا ما ينفعش افرض عليها ده. فلو هي مصره على ديزاين معين المفروض ان انا بقيسولها فعلي وهي تشوف شكلها عليه، وانا الشكل اللي انا شايفاه مناسب ليها المفروض ان انا برضو بقيسولها عشان هي تشوف المناسب ليها على ارض الواقع اكتر. يعني تمام، ايه ابرز صيحات فساتين الزفاف يعني لعام 2024 او لشتاء وخريف 2024؟ بصي هو ما زال بقى مع زي ما انت عارفه فتحات الفي مثلا بصي الديزاينات يعني مكمله، يعني ما حصلش فيها تغيير لغايه نهايه السيزون. بس في بقى الافاظيب اشكاله هي اللي لسه مكمله معانا، سواء بقى في سحب الديل، البنات ما بقتش عاوزه الديل قوي يعني، بس هم لسه مصرين على الهاند ميد والطرحه المشغوله بس المنفوش. والمنفوش بس ما بقوش كتير على فكره. لا انا شايفه دلوقتي يعني عايزين فستين سامبل الاي لاين او الافاظيب بقى، لان هو قصات كتير الصراحه يعني. تمام، طيب خلينا بقى نسيب فساتين الزفاف وندخل بقى على المعازيم. هيلبسوا ايه؟ هيلبسوا السواريات بتاعتهم هيلبسوها ازاي؟ الالوان، خلينا نبدا بالالوان، ابرز الالوان. هي الالوان بعيد عن الاسود طبعا، لان يعني كل الناس بتلبس اسود. ما هو الالوان ما ينفعش نثبت لون، لان احنا المفروض بننصح البنات ازاي القطعه تضيف لي تخفي عيوب الجسم. فلو حد ممتلئ مش هرجح له الالوان الفاتحه، الحد يعني هندور في الالوان الايه الغامقه والديزاينات اللي مش هتبين العيب. فانا مش من يعني مش من هوايتي ان انا ايه اثبت لك لون معين، يعني لازم لكن اللون ده يبقى مناسب لبشرتك. الموضه يعني بتقول ان في الوان طالعه تريندي يعني. هي الشامبين والروزات والكشمير دي بتبقى لسه مكمله معانا مع قرايب العروسه واصحابها وكده. كويس جدا. طيب خلينا ندخل بقى على الموديلات، القصير الطويل المفتوح المقفول، برضو حسب ثقافه كل مجتمع. يعني تريندي، احنا بنتكلم في التريندي بعيدا عن الثقافه. لا القصير لا مش كتير يعني بيروح له طبعا موضوع. مش كتير بيروح له يعني، احنا برضو ايه حتى البنات اللي مش محجبين بقوا بيميلوا برضو للفستان الاي لاين والافازي، يعني قليل قوي اللي بيلبس قصير. جميل. طيب الاكسسوارز اللي ممكن تبقى بتضاف لفساتين السواري، هل ده بيعتمد على نوعيه القماش اللي بتبقى مستخدمه؟ هل نضيف لها مثلا اكسسوارز ولا لا؟ يعني في برضو بعض الاقمشه ما بتبقاش فيها اللامع ده ولا أكيد طبعا تنوي. يعني هو حسب الديزاين كمان، لو الصدر مفتوح بيبقى محتاجين شكل اكسسوارز معينه، حسب شكل الديزاين واللون والخامه اللي احنا مستخدمه. يعني لو هي هاند ميد مطرز ما ينفعش ان يبقى في بهرجه كتير في كحلقه او ستراس يعني عموما كده. تمام. يعني انت عملتي مبادره جميله قوي اسمها مبادره تعليم الفتيات والسيدات تصميم وتصنيع الفساتين، دي عملتيها في اسكندرية؟ لا في اسماعيلية. في اسماعيلية. طيب ليلي كده المبادرة دي كانت عبارة عن ايه؟ بصي وانا لما صممت الفستان الابيض اسماعيلية اصلا؟ صممنا الفستان الابيض واشتغلت عليه جدا، انا بقى لي اكتر من 13 سنه، فالحمد لله يعني ملمه بكل قصات الفستان. فكانت قوي انا معلمه بنات كتير الحمد لله، ودلوقتي بقوا ديزاينر شاطرين جدا. فبدا الموضوع ان انا ما بدات مع مجموعه كانوا اول مره مكنه، فيعني اخذنا يعني زي تحدي مع بعض خلال 3 شهور، لقيتهم ما شاء الله يعني قدروا يحققوا ده. فانا حتى بتمنى ان اوصل صوتي للمسؤولين ان ده منتج قابل للتصدير. يعني انا في بنات اوريدي خارجين، وحتى لو ناس اول مره مكنه ان شاء الله خلال فتره وجيزه جدا ممكن نصمم الفستان ونحل حتى مشكله مثلا ولو مشكله بطاله او ندخل عمله للبلد. يعني اتمنى ده والله. يا ريت يعني هيبقى موضوع جميل جدا. طيب انت شايفه، انت بتقولي في مده قصيره جدا بيقدر الواحد ان هو او المتدرب يبقى بيعمل فستان لوحده؟ طبعا. طيب ايه اللي انت شايفاه ان ممكن يضيفه مصمم الازياء لنفسه خلال فتره قصيره؟ بصي هو الديزاينر تحتيهم يعني وظائف كتيره، يعني في ديزاينر بيرسم ويلون فقط، في ديزاينر وملم بالباترون،
بس ما بيقدرش ينفذ القطعة، فبيحتاج حد اللي هو الخياط اللي ينفذ له، في شخص ملم بكل حاجة يقدر ينفذ القطعة ويخرجها كباترون ويخرجها كعينة للاستخدام بشكل صحيح. فكل ما الديزاينر بقى ملم بده وبقى عنده جزء من الابتكار وانه دايما يدور في الجديد، اكيد هيبقى ده افضل ليه جدا يعني. وطبعا مع مراعاة ثقافة المجتمع اللي هو موجود فيه اكيد طبعا يعني. موضوع ثقافة المجتمع دي بتبقى مهمة جدا، لان مش كل الناس بتقدر تلبس بالظبط زي ما بيقولوا ايه الموديلات اللي بتبقى موجوده في المجلات او اللي بنبقى شايفينها في ديزاين معين، بتبقى شكلها جميل جدا وحابينها جدا. بس حاجتين بيحكمونا، ثقافه المجتمع وفي نفس الوقت جسمك وتفاصيل جسمك ممكن تبقى عامله ازاي ما تتناسبش مع احجامهم. يعني في بلاد معينه ليهم شكل جسم معين فبيليق عليهم جدا ده، انا لما اجي اخد الديزاين ده واطبقه عندي، لا احنا عندنا هنا في ديفو لازم اظبط الديفو ده الاول عشان اقدر اعمل لها نفس الديزاين اللي هي جايباه. هو زي مثلا في بعض القصات بتبقى خافيه للعيوب اكيد، زي مثلا في درابي كده بيتعمل ناحيه البطن، ده بيكبر البطن ولا بيصغرها؟ بصي على حسب مكان ال ولا بيخفيها؟ بيخفي، بس برضو حسب هي معمولة ازاي. يعني في ساعات الدرابنج ده بيضيف بيدي اتساع، وساعة ان هو بيخفي على حسب عدد الكشكشات بتاعته يعني. شكل الويف نفسه ده، شكل الدرابنج نفسه نازل بانحناء معين موجود في اي مكان، ده بيأثر في شكل المرفوع من معين. فوق ومسحوب على الناحيه الثانيه صح. فده يعني زي ما بيقولوا ايه بيرفع او بيبرم الجسم شويه ممكن يعني. بس هو في الاساس احنا بنتحكم في حاجات كتير غير الدرابنج، يعني مكان تركيب الوسط. يعني هي ممكن تبقى البنت طويله او قصيره والاثنين هيلبسوا نفس الدريس، هيبقوا ظاهريا لحضرتك الاثنين طول واحد. الاختلاف في ايه؟ ان في القصيره احنا كاني بعمل لها شاسيه جديد خالص، بترفعي الوسط، بنزل بالوسط شويه فبيديني اطاله، مع بطول الجيبونه السلك مثلا لو فستان زفاف فالعروسه بتمشي تقريبا جوه الجيبونه، فحضرتك وهي داخله انت بتشوفيها طويله والطويله جدا مثلا وفيها ديفو في امتلاء في منطقه البطن، فاحنا بنرفع الوسط شويه. الاكتاف العريضه المفروض ان احنا ندخل بمحيط الكتف، عشان كده عملت تعديلات على الباترون الاساسي. بالظبط، عملت تعديل على الباترونات اللي موجوده لان الباترون مش مناسب لاحجامنا هنا، فانا المفروض ان لما اشوفها اعمل لها احسن شكل يعني يناسب ليها ويخفي عيوبها. دي وظيفه الديزاينر، ان هو ما ينفعش يتعامل على جسمها زي ما هو، ان كل جسم انت زي يعني في نطاق كلامك انت كل حاجه تقولي ايه تبع للشخص وثقافته. بالظبط، تبع للشخص وثقافته وجسمه. ايوه طبعا، ما انا بقول لحضرتك هي لما بتدخل وانا بنشوف جسمها فبنشوف المناسب ليها، فاهماني؟ زمان بقى فساتين الفرح يعني ابيض، الطرحه مشغوله زي ما انت قلتي كده، واهم حاجه التاج 3 متر. امال ايه يعني؟ فدلوقتي بقى الوضع اختلف شويه لان تسريحات الشعر اختلفت. هل لسه البنات مصممين على اللون الابيض الابيض والطرحه المشغوله وبرده التاج 3 متر؟ بصي طالما القرار مش خاص بفرد، يعني اوقات كتير العروسه القرار مش خاص بيها، بيبقى والدتها حماتها خطيبها صاحبتها، فعارفه ده بيبقى زي ليله العمر كده، فهم متكلمين. فبتبقى جايه العروسه سي عايزه سيلفر، فمامتها تقول لا احنا عايزين ابيض، فلسه ثقافه الام مسيطره على اتخاذ اللون. فيا اما بتاخد اتنين لوك بقى يا اما لا احنا بنقنع صاحب القرار. تخيل يعني في على فكره فساتين بتبقى الجيبونه بتاعتها ابيض ومن فوق من التوب بيبقى سيلفر. بس الافضل ان هم يبقوا متناسقين مع بعض. بس انت عارفه في النهايه العميل لما بيدخل هو ليه اكتر من حد صاحب القرار، ساعات بتبقى العروسه بس وساعات بتبقى اهلها او صاحبتها، وفي عروسه بتدخل مسالمه جدا وهي فاهمه يعني ايه انا جايه للديزاينر، فبتيجي تقول لبسيني اللي فدي بتبقى انجح واحده وانجح عروسه هتخرج، لان هتبقى فاهمه ان انت جايه لحد هيتعامل على جسمك ويعرف يخفي الجسم او حاجه. لكن مع سيطره اراء تانية او عروسه مثلا شايفه ان هي اللي عايزه ده، فاحنا خلاص شكلك متضايقه
شكلك متضايقه من احنا عايزين نغير ثقافات مجتمع الاول. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر. عارفه اللي هو الاجهاد في انك هي عايزه ديزاين معين في سبل الاقناع. طب يلا البسي ده تمام. طب لو احنا اتفقنا ان الديزاينر هو اللي مسؤول عن خروجك بشكل جميل جدا فانت هتدخلي ريلاكس كده وهننفذ كل اللي انت عاوزاه. طيب انت قلتي لي ان الشامبين طالع موضه بس لاصدقاء العروسه. لا وللعروسه كمان يعني هو ده بقى بس درجات بقى هو بالدرجات ويعني فاهماني يعني العروسه. طيب ايه اللي هيحسسني ان دي عروسه ولا ليله الزفاف تختلف بقى من عروسه الخطوبه؟ يعني فستان الزفاف اكيد مختلف عن فستان حتى الخطوبة. وان اختلف لونه عن الابيض. طبعا هو لو احنا اشتغلنا على شامبين فلازم الفستان يبقى بقى ليه اطلاله مبهجه جدا عشان يبان ان هو فستان الزفاف. لان ممكن اصحابها البرايد ميد كلهم يبقوا لابسين نفس الدرجه فلازم يبقى الفستان ساعتها منفوش فيه هاند ميد كتير بديل. فاحنا عملنا شو بقى ان هي داخله هي دي العروسه. طيب هل في عروسه مثلا قابلتك في مره من المرات وطلبت منك ان هي يبقى عندها الفستان متحرك؟ يعني ابقى دلوقتي يعني الفريست لوك يبقى طويل وبعدين فجاه في نص الفرح هوبا بقى حاجه ثانيه. ما عايزين تو لوك وثري لوك عادي يعني اللي هو ايه عايزه قالت العمر دي عايزينها تبقى 15 شكل. عايزه تطلع باكتر من لوك طبعا. وده هيبقى اوفر لها ان هي تصمم فستانين. هي بتصمم واحد وبيتلبس بتو لوك مثلا. بتعمل له مثلا زي حرمله يعني بتتفك بكبش سريعه. يعني زي فستان مثلا افازي ومعاه الجوب بالديل بتاعه الاكستنشن بيتلبس في البريك وبيتشيل بس بيبقى الاساس الفستان ثابت. تمام. يعني احنا النهارده الحقيقه عرفنا يعني شويه تفاصيل كتيره كده عن فساتين الزفاف عشان لكل مقبله على الجواز. يعني اعرفي ان انت لما بتروحي للديزاينر هو اللي بيلبسك بيعمل لك شكل جميل جدا جدا بتطلعي انجح عروسه وانجح فستان في اللي موجودين لانك طبعا صاحبه الفرح. وفي نفس الوقت برضو لو هتروحي ك يعني واحده من المعازيم هتبقي برضو انجح واحده واكتر واحده عليكي العين. زي ما انا قلت في بدايه الفقره ان انت ازاي تختاري اللبس بتاعك وازاي تشوفي اللي لايق على جسمك وعلى تفاصيل جسمك. انا بشكرك في النهايه مصممه الازياء دكتوره ايمان العايب. بشكر حضرتك جدا جدا وبشكر طبعا كل مشاهدينا. خلونا دلوقتي نخرج لفاصل. بعد الفاصل هيكون معانا فقره جديده من فقرات طعم مع الزميله العزيزه نيلين.